السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رانا 27 ديسمبر 2021، كي العادة خوتنا فيديو جديدة. على كل حال ماشي سوجي كبير، حاجة خفيفة ملاحظة برك، ومنها نطلع على خوتنا على كل حال ما يسقسيو علينا يسقسي عليهم الخير. رانا الحمد لله، وهذه هي كاين واحد الملاحظة خفيفة برك. دوك مع البيريودا هادية الناس اللي عندهم اللي عندهم سجاني وكذا منا كاين الى رماركا وكاين زواج دوكا يبداو يخنشو يبنو يسيو يبنو العاش كذا منا. انا واش رماركيت كاين واحد الكوبلة هكذا شغل هاي تبان شغل قريب توجد هكذايا، يروحو يبنو العاش، يروحو لواحد العاش هكذايا تشوف انت يبيني لكم يبنو فيه. عندي هاد الشجرة هادية اللي هنايا من الفوق كاين عش واحد شغل ديكوفر يبان، وهنايا تحت فهاد الخرشه صغيره كاين عش واحد اخر انا بالعاني درتهم هكذا. كي ندخل ليهم السجن على كل حال زواوش هادوما موالفيني، كي ندخل السجن يجوا لعندي يبداو يشطحوا هكذا شغل موالفيني. بصح شوف سبحان الله الغريزه تاع الحيوان، هاك شو هذاك العش الفوقاني اللي راهم قدامه، انا غير ندخل يطلعوا لتماك ويبداو يخنشوا يبينوا لي زعما راهم يبنوا العش هنايا. انا كي نخرج يروحوا للعش هذاك اللي جاي في الخرشه تماك ويبنوا فيه، يعني العش اللي راهم معولين يوم معولين يبنوا فيه ما يدوروش فيه. على كل حال شغل هاد الزواوش هادو ما راهم شغل ابريفواز، يجوا قريب برسك ياكلوا من يندي. مي شنو الغريزه تاع الحيوان؟ الله غالب هذه هي جايه هكذا، سورتو المقنين هذايا السوفاج هذايا يحب يبني في دي زوندروا هكذا شغل تاع خرشه هكذايا. يعني انت شغل يبينوا لك شغل زعما شوف رانا هنايا، شوفهم يطلعوا زعما ويخنشوا في هذاك العش شغل حابين يبنيو، بصح وين يرفدوا ويحطوا يعني هذيك الخيشه ديالهم وهذاك الشعر هذاك تاع التيفاف هذاك ولا هادو لي هادو البقايا هادو ما تاع وسمهم يحطوهم في العش المخبي هنا. يعني من هاد الوسمون فيقوا باللي شغل كي تلحق لا بيريود تاع وين طير راهو يبني في العش. يعني دو بريفيرونس سورتو انسان كي يكون عنده سجنه جديده هكذا، يعني دو بريفيرونس ما يتلعش ما يكونش كوريو، باسكو هذيك لا كوريوزيتي هذيك تقدر تهلك لك يعني العش، تقدر يعني بالك الزوج ما يبني لكش بالك يروطاردي لك يولي ما يبنيش. يعني دو بريفيرونس خاوتنا الانسان كي يشوف زواوج ديالو راهم يحوسو يبنيو العاش كدا، مكان له كاع يكون كوريو حتى وين يعني ياسوري بيان هداك هو العاش ديالهم ويشوف الفيمال عاش وراه يتحضن قدامنا باش يشوف كش ميدان. سينو لو فات راهم يبنيو قدامنا انا ننصحكم ما تدناوش هذيك الجهة. انا هادي بار اكسبيريونس هاوليك العش الفوقاني شوفهم يخنشو فيه قدامنا، كاين واحد العش لداخل انا بيرسونيلمون جامي شتهم، كي رحت طليت على هذاك العش يبان لقيتهم شغل دوره هادي ولا غير جاتني شغل هكذا قلت ندير لهم عش ديكوفير وعش مخبي. ودوكا جاب لي ربي ماهمش رايحين شافوني طليت تما دوك كابابل ما يديروش كاع تماك، كاين ثاني خرجت واحد اخرين نشوفهم يتماسكاو فيها كابابل يرفدوا الخيشه والقطن قدامنا ويروحوا يبنيو في جهه واحده اخرى. على كل حال خاوتنا موسم تزاوج مازال شويه هذه هي انا نيشتهم يعني شت كوبلة واحدة راهي شغل الله يبارك راهي اون بلاتفورم شغل راهي جاية رانا معاها دوكا دوكا. وهذه هي خاوتنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تهلاو في روحكم تهلاو في الطيور ديالكم سيرتو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.